نعم اليهود يدعون أن لهم حق في هذا المكان قبل قيام الحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية هي حركة سياسية استغلت الديانة اليهودية كما تستغل داعش والثورة الإيرانية وغيرها الدين لأجل مآرب أخرى. نعم. هم أيضا الحركة الصهيونية، مؤسس الحركة الصهيونية ملحدون في الأصل، ليسوا حتى متدينين، لكنهم من قبائل يهودية فأثاروا النعرة. قبل كلام الصهاينة كان هناك إجماع لدى حاخامات اليهود، أقول إجماع لدى حاخامات اليهود، بأن هذه البقعة محرم على اليهود أن يدخلوها بأمر الرب. نعم. حتى يأتي ملكهم الذي في آخر الزمان المسيح، لأنهم لم يؤمنوا بسيدنا عيسى وكذبوه، فهم ينتظرون المسايا المسيح الذي يأتي في آخر الزمان. هذه ديانتهم. نعم. وإلى الآن يوجد حاخامات يردون على هؤلاء المتطرفين من الحاخامات الصهاينة ويقولون أنتم تخالفون أمر الرب في هذه المسألة، ليس لهم أي حق ديني في هذا المكان. هذا المكان مكان للمسلمين شرعا وقانونا والآن باعتراف اليونسكو. لكن السؤال هنا، ماذا يعرف أبنائنا عن المسجد الأقصى؟ انظر هؤلاء يأخذون الصبيان والأولاد المدارس إلى هناك، ويوجد لا أدري هل يستطيع الإعداد عندك يأتي به أو لا، زيارات إلى المدارس ويسألوهم المسجد الأقصى لمن، أرض المسجد الأقصى هي لمن، فيقولون لنا هم اليهود. نعم. وما موقفكم من العرب؟ يعلمون الأطفال من الصغر سنقتل العرب حتى نأخذ المكان، ويأخذون زيارات مدرسية لتمثال أو شكل تمثيلي لما يريدونه ويدعونه من هيكل سليمان المزعوم المشكوك أصلا في مكانه بل في وجوده. المشكوك ولا المحسوب بأنه غير موجود؟ لا، مشكوك في وجوده من الأصل. نعم. أما أنه في تحت المسجد الأقصى فليس بتحت المسجد الأقصى حسما قولا واحدا. نعم. بحثوا عن آثاره لسنوات وحفروا تحت المسجد الأقصى لسنوات وهددوا بنية المسجد الأقصى لسنوات ولم يصلوا لأي دليل ولا لأي إثبات تاريخي حقيقي، وهذا ليس بكلامنا نحن. نعم. كلام عدد من اليساريين الليبراليين اليهود الموجودين في فلسطين المحتلة كتبوا عن هذا الموضوع أنه لم يستطع أحد من الذي الباحثين أن يثبت أن لهيكل سليمان المزعوم وجودا في هذه المنطقة. الكلام هنا عن أنهم يوعون أبنائهم وشبابهم. اليوم انزل إلى الشارع واسأل أولادنا ماذا يعرفون عن المسجد الأقصى.